مشاهدينا الكرام، اليوم تشهد نشرات الأخبار بتلفزيون دولة الكويت نقلة نوعية شكلا ومضمونا. هذا ما أكده الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام محمد بن ناجي أمس، حيث أشار إلى أن ذلك التغيير جاء نتيجة لما تم إنجازه مؤخرا من تحديث لاستوديو الأخبار 160 وتزويده بأحدث تكنولوجيا ومعدات وتصميم جديد بما يواكب القنوات الإخبارية العالمية والتطور التكنولوجي في عالم الأخبار، ما سيشكل نقلة نوعية في شكل أخبار تلفزيوني دولة الكويت. بن ناجي أضاف أنه تم تغيير الموسيقى المصاحبة لنشرات الأخبار، وتم استخدام موسيقى الأخبار القديمة بتوزيع جديد يرتبط مع تراثنا الكويتي، مبينا أنه تم اختيار أحد أفضل المصممين ليقوم بتصميم الجرافيكس الجديد، مع الحرص على اختيار ألوان تلائم البيئة الكويتية بطريقة متطورة تواكب التغيير الحاصل في برامج تلفزيون دولة الكويت المختلفة.